ودوره في الثورة الجزائرية 1954-1962. أنني موضوع يصبح سوطاس، ولكن غنرجع الموضوع عند حداجات هو تعريف مقاومة منطقة قلعية. والأستاذنا سي عمر المعلم وخا نغيب خير شادي بمينيستور محمد بن عبد الكريم الخطابي، وسولني اقترح الفكرة أنه الموضوع ديالي مقاومة قلعية بقيادة الشريف الشهيد محمد أمزيان. ونقطة مغنية أنه تسمقي جد فرحان وفخور سيخفينه أنه ديري على بعد بضعة أمتار زي مسقط الرأس الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. لأول مرة حتى هذه الحسيمة غادي تجمع الشركة ديالي. وسويني مخصن سوى شوية قلعية، قلعية ما مش غنصور الكتب التاريخ، ما مش قال انه قلعية يجم منطقة تزد الاسم من اسم مشتقة زي القلع، يجم نقطة توسي ورخاص لانه يجم الكلمة غير مستحبة غالي وتقدر شخص من يقال قلعية تزد زي القلع. نصور خديسان امازيغي تقصد مشرح تعقب قاموس عربي، لأن يوجد تناقض قلعية لأنه توادين القلع، فين تي تختلف غدايس وتقبرشا، لأنه القلعية تزدم زواروس جبر قلعية، جبر قلعية مش تسلم غير النظر، ونومي قام غورغو، حتى غورغو ني سمات إسبانيا، إسبانيا سمات غورغو اسم إيبيري، غورغو دي جنغاب أقت دي ساو باولو دي برازيل مالي توادين كاس العالم مالي عدون، مالي سجل مالي تري تمثال يقران سيدنا عيسى وينات مونتي كريستو، و غورغو دي جنوع تكشيطة الشعر الحرامين لمدينة إشبيلية في الأندلس. العقبة كلمة قلعية، قلعية ما مش لنا هي ما هو متداول حاليا هو مثلا جبل غورغو، وأقدم إشارة تصور منطقة قلعية هو سي محمد عيسى بالتوي لكتاب النص مطلب الفوز الفلاح تحقيق سيدي الدكتور حسن فيديدي. للقرن 19 تيشرجنا إشارة باللي جبل قلعية، وغادي نوقع اسم غورغو، وذيني أسماء مستحبة، سي وخاص تمار مركار بخار دي كتاب مس إفريقيا، جبل فازودا، ذيني حسن الوزداني نغريون دافريك، كتاب مس وصف إفريقيا، سي وخاص جبل فازودا، عاود كذلك مثال، ولكن كلمة غورغو مش شوا تستحب برشا، لأنه كلمة إسبانيا شوا قبربوش كلمة اللي لا تكون من التعرب نغ أسكن إسبانا نغ أسكن قصيدة مرة كلمة أطلايون ذور كلمة أطلايون زي قرش قصي تلاويل جناس أطلايون خذ جناس عربد تلعيون وصمة جناس نضوضن. أما كلمة قلعية هو نسبة إلى جبل قلعية، والسكن قناس نقرعيا المفرد نس أقرعي، كلمة أقرعي يقصديني الشبل مثل الأسد باليد اللسان الأمازيغي. ذواد ولا شوا ولي تعجب شغل اللي قال قلعية تزدي القلع، قاصني ودنا سامح مانا، وهذه هو قلعية تزدي القلع. أما الحركة التحررية ذي منطقة الريف، ذي تقسيمات كثيرة، ذي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في حفص ربي ذي الكتاب ذي الكتاب كمحمد سلام مزيان. محمد عبد الكريم الخطابي وحرب الريف كتابين بعض القاهرة في عام 72، يقال محمد عبد الكريم الخطابي أنه الحرب يقود الشريف محمد أمزيان تعتبر الحركة التحررية الأولى، أما ثني يقود أنت الأمير محمد عبد الكريم الخطابي في حفص ربي الحركة التحررية الثانية، أما جيش التحرير انطلاق عملية جيش التحرير وقع في منطقة الزناية في بورتاكنول وينات ثني قرص الحركة التحررية الثالثة. ذي نجد تقسيم النغني يقترح الدكتور رشيد الشوطي
انه مشينا لاستاذنا عمر معلم ديال الكتاب هنا دي تدخلس ميمون القلعي ديال ميمون اسبانيا قانس ميمون المخطر يتسمى 2 اكتوبر معركة الحرب اللي وقع من قناة سيدي وارياش 2 اكتوبر 1893 يتسمت السلاش ديال الشوتي تسمت الحركة التحررية الريفية الأولى. أما الشيخ محمد مزيان يقسمت في مرحلتين زي 1909 1911 يسمت الحرب الريفية الثانية يعني الحركة التحررية الثانية زي 1911 يسمت الحركة التحررية الثانية. ديني شنو التقسيم النغني؟ محمد بن عزوز الحكيم ولا انت غتشد التقسيمات النغني مهم يتقيم انه الحركة التحررية ايش الحركة ديال الريف شاملة. 25 اكتوبر 1893 ايش معركة خالدة قنتي قرعيين والتاريخ يتكرر مرارا وتكرارا ديال الريف. انت 2 اكتوبر 1893 انتصار قرعيين في معركة سيدي وارياش بقيادة ميمون المخطر. 2 اكتوبر 1909 احتلال اسبان لجبل غوروغون جبل القلعية. 2 اكتوبر 1920 احتلال فرنسي لمنطقة وزان. 2 اكتوبر 1921 معركة السبت حدادن إذا يحضر المقيم العام فرانكو ديال يحضر المقيم العام الإسباني داماسو بريغي أشاد ليس أنه يجب معركة وزن كل ما تلمس إلى درجة مجهدة في إسبانيا قيمة كمال الحرب السلاح الأبيض ومثنس المعركة 300 شهيد. فإذا تدوز بالنسبة لإسم الماث ميتقا هنا بلو بويفرو يحدد جامعة حدادن لأن 1921 معركة السبت حدادن. 2 اكتوبر 1925 احتلال جديد و 2 اكتوبر 1955 انطلاق عملية جيش التحرير المظفر. و سويني انت فانه التاريخ بدا غادي يجي التكرار يجو مرض الجرح يجو مرض البلسم. و سويني غنطول شنو نمشي للسي عمر معلم انه الحركة التحررية لياريف وتسب وليدة اللحظة وإنما توذيني إرهاصات وتوذيني قسم محطات وسينتيتيش أغاني النغمية زي 17 تنبيل 1497 1962 تحرير الجزائر منطقة ناريف تقدم قوافل من الشهداء في سبيل وتجيبوا تحرير الريف وهني المغرب وإنما في سبيل تحرير شمال إفريقيا. ومشي قال محمد السي حسن في ديال الكتاب نسي السوال الكتاب اللي جا مؤخرا الشهيد الوعي الوطني لأنه يوذا الريف وجبوا مش قال أنه متعصبين متقوقعين خيخ فلسطين كذا إلى آخره وإنما تقاسمش الوعي وعي جهوي وعي إقليمي وعي وطني حتى وعي دولي. أنا عقب هذا التاريخ ل 1814 وأنت تجد التاريخ مهم ميمي مهم لأنه وجد التاريخ ليس يشهد احتلال الفرنسي لمنطقة إسبانيا. فأنت تجد نابليون بونابرت أن يحتل ما يسمى بإسبانيا ما عدا الجنوب سنين تحول العاصمة إسبانيا زي مدريد على الجنوب ما يسمى سكاديس. المنطقة تغاديني غير المحتلة ديال الجنوب تغاديني قرعيا تقعد زي الشمال المغرب تراح أنا شارك ديال المقاومة إلى جانب الجيران سن إسبان من أجل تحرير إسبانيا من قبضة الاحتلال الإمبراطور نابليون بونابرت وتغيعين ديني ومس الملك منطقة إسبانيا جوزيف بونابرت. هذا ديال النقطة هي وخا السور الجاي تكون هي الطاس السور نطاس الحرب الأهلية 1936 أنه روح نسيت تيريفيا شارك إلى جانب فرانكو كاين جرائم كي كذا ولكن النقطة جات مهمة إقرعيا منطقة الشمال تساهم في تحرير إسبانيا من العدوان الفرنسي تنتتي وخا السور الجاي إلى درجة يوقعش القمع في منطقة قرعية
دي وقت مولاي سليمان ديك الفتره هي خصوصا 1812 يسكت مولاي سليمان اجن قائد عسكري قال اسمه عبد السلام الزاوي يقال قمع المنطقة القلعية على أساس ما يمي غتعاون إسبانيا في تحرير الناس الاحتلال الفرنسي والقمع يتشابه هذه القمع يقال بوشتان البغدادي المنطقة البقوية ل 1897-98 وسويني التسديج من فترة اجن تاريخ قناص تاريخ 1852 أدياس إيش محاولة الاحتلال الألماني لمنطقة تريفورتاج جيت لهم قرية شيشا التسجيل الباخرة قرص فلورا ولن تتحدث المنطقة اللي ما مشي احتلوا اسبانيو منطقة مريج والزولة دي جيش موضع قدم جيش مستوطنة وسند جيش مدمرة جيش باريجا قرص فلورا ويقود العملية العسكرية اللي هو ابن مثل عزيز القيصر بروسيا الألمانية توحد ألمانيا وتوحد من 1871 على يد بسمارك ل 1862 أغربوني فلورا يزدني قد يحتل تريفورتا يختار واش مش نقارس واش دي منطقة النقل بقيادة الأمير أدربير يجي محاولة الشيع عمود كانت كيس المجاهدين يا جبلطار جبلطار يجي على غرب روسيا يدور دي المرحلة الثانية بواسطة جمود ميرا قناة زنجا يجي محاولة ثانية موت نجم مجموعة العسكرية الإيمانية زائد يموت الأمير أدربير وتتي مدينة ثم محاولة الألمان لاحتلال إجن قطعة زي التراب قلعية التس 1859 ممش تسنبت وغادي نجم مقاوم لابن شكال قناص محمد الحطري هذه منع 7 جنود اسبان لانه طول اسبان تقطع عن غرب وتتوجد التجاره غادي توال واش بلطار كذا كذا منعت على اساس اللي وقع التبادل هذا مشان بواخير مشان قوارب التجار ديال الفيل مقابل اطلاق سراح الاسبان ومحمد الحطري اجن صدفه لانه خميس صور الشريف محمد غنزيان توانسي ورخص الإخوان بجمو داخل الموقع سيقايا وذي نيجن التشابه مستوى الشيخ محمد أمزيان ذي نيجن غني قناس جنرال أمزيان وسيدي فترة كيف كيف ذي تتيخ مستوى محمد الحطري وذي نيجن تتزغن عاد قناس محمد الحطري دي نفس التاريخ لأنه هو ذات محمد الحطري يتوى الصديق ممثل الدولة الإنجليزية ذي طنجة دراموند هاي تقدم دوك الناس يتسمى دراموند هاي ولي طوم ممثل انجلترا وتوغاسبو انجلترا توغاسبو الخضر منطقه الشمال اللي تسير شو التوتر عسكري كذا يدخل محمد الحطري انت الزاغين يغني سعيد غا محمد الحطري بن شيكان ما حدا دير قليل الاسرامي هو تريبوشن تداعيات لان لا تحمد عقبه دير قليل الاسرى الى اخره ولكن اسبانيا رغم منايات ما يعني تعتبرت مسح الوجه مس بالتراب يجن العار كذا وتوا المغرب توا يتوقع اتوقع يجن الحرب وما مشي يقى جبل عبد الناصر يجن الحرب المسلية 1967 لما يجي قارن ما يسمى قارة سجون ستة ايام الناس انتظرناهم من الشرق فاتونا من الغرب وترجنا ذا هجم زي قناة السويس السويس هجمنا زي مرسى مطروح نفس الشيء اذا انت المغرب توا يتوقع الحرب ويتراجع تتوقع النواحي الحدود المليلية ولكن يوقع الهجوم تطول وتراجع الهجوم زي مليلية هذه يوقع عشان اكتساح كذا إلى آخره عقابا خمين جنيري في اليل بسبب الرهائن النيل ولكن أسبانيو بقيادة ماريشال أدونيل يحتل منطقة تطوان لم يحتل منطقة تطوان يقاس وقف النزي تطوان حمد الشمائي يجن مسافة بار إميلي لبيخان يغمري تشتاقليت يعني جم مقيد الجلاء زكيتوان مقابل احتلال الكوينات يوقع جم تحايل خمي الطاقة الكوينات وشي ناس ما يسمى بيدرغة مدفع أنا نصدق وشم ليش ما سبب أرغى يوض من يغيوض المدفع المدفع اللي يوقع لحر سيدي وارياش سيدي وارياش ليس يقل اتفاقيات جاء السلطة المغرب جاء الحكام ماليليا وذين اتفاقيات اتفاقيات رقم 5 لاتفاقية ودنا وثق أنه أي مناوشة أي تحرك زي المقاومة الريفية
البند الخامس يقر أي مناوشة للتحرك عسكري من طرف المقاومة الريفية يعتبر تهديد لعرش السلطة. يعني يمثل الريفيين ما راكينش المقاومة خاصنا نقل انقلاب العرش تجمعون التحايل باخا عدو الوساد 1893 أسبانيو يتال حقوق النسب المزعومة بين قوسين على أساس هذيك الحدود يقاش مجموعة الأبراج المقاومة سان لورينزو ورشتو الغوردو مجموعة مولات هو هذيك يجي البرج متاخم الضريح الشيخ محمد مزيان هذا تاتي الكتاب هنا في الحديث يسا والخاص الطاس خالد بن الصار الكتاب نص العلاقات المغربيه الانجليزيه يسا والخاص اوغست موريناس الكتاب نص الماروكان كوني وتجيبوا لي الريفيين احترم الاتفاقية تكون ديجا السلطان دوينات وانما ونسي غنفتيل النار بالمساله ديال الابراج ديال تحديد الحدود هو ربعه مجهولات الاسبان عدان خشنت مغاربه الريفيين ونشي نستنثر المعارف الاستراتيجي المكان هذا المدة يشعلن الفتيل والحرب ما يسمى معركة سيدي واريج 2 أكتوبر 1893 بقيادة ميمون مختار المعروف عند الإسبان ميمون مختار غير تنسوا كيش الشخصية عبر التاريخ شخصية غامضة تسمى تخدم لأنه مسجلة في التاريخ أنه تخدم المصالح الإسبانية هو عبر قذا النايب من شيشار تسلم في مرة وانت تتوقف ضد الثورة المحمد بن عبد الكريم الخطابي ولكن في معركة سيدي واريج توزي المجاهدين انتز المواليد 1870 ب 1893 توزي الشاب ضمزي 23 سنة توزي المجاهد يشارك إلى جانب السكان بن شيكار فارخانة يتشيشان يغم الزوجة عامة يشارك المقاومة يساهم وخميت غادي صغوانا المقاومة الشيخ محمد مزيان مشي ما مشي السن محمد عبد الكريم الخطابي المؤتمر مسي ديك الأعيان المجاهدين مؤتمر القامد جبل القامد ولا الشيخ محمد مزيان تبغاش شي مؤتمر يشبه المؤتمر ديال الأمير محمد عبد الكريم الخطابي قال المؤتمر جبل تازوضة ومن بين الحضور يطوي حضان دين يعني بيعا الشريف محمد مزيان محمد ديال أمير الجهاد هو عبر القذا النايم ويشارك لبعض المقاومات في البداية ولكن هون كان ما نفهم شامل في الجيم أنه هذه فضل هذه لدي جانب الإسبان يحارب الشيخ محمد مزيان يحارب عبد الكريم الخطابي وذي الأواخر يتعين الباشا مدينة الناظور ويتوفى في 1954 من يتجملت المركز الجردمية خميتها في المنظمة المركز الجردمية ومن ذي وقت الاستعمار تغد الباشا ويا النظر ذي مين تغد الحاكم تغد الحاكم ديني و قبل محمد الشريف الشهيد الشريف محمد مزيان قبل ما يحارب اسبانيو انت معروف خاص المغرب كيجي دي باجا اقتداء انه من قسم حياه الناس المصانص تقنين مراحل مش بودا على غير مرحله النغلي اش مرحله النغلي تكون منطقه ناري معروفه العمال الناس تطرحت كاين اشغال موسميه ديال الجزائر وخصوصا دي عمله وهران وتقول محمد الشيخ محمد مزيان تغدى الزطاط كلمة هي مفقودة ما تقيمش موجودة الزطاط هو حارس القوافل التجارية يعني حارس القوافل العمال تبغي تروح من الجزائر تبغي تؤدى مهمة نسى على ما يرد لأن تبغى شخصية توافقية محبوب في منطقة قلعية منطقة كبدانة لأنه خميت تبغى كالقوافل نيم وهذه مش عندي اعتداءات وهذه مش يعني شان استفزازات يوذني تراح ديرخا تراك واحد ديرخا المرحلة الثانية هو التواجد بوحماران يحمد الزرهونين شلال الزرهونين في منطقة الريف ويتاتي مانش تسنم زديوذان يسك الحسن الأول محمد دي غا دي فرنسا دي البعثة الطلابية الأولى يسك دي غا فرنسا يروح يغرى انت تويك التخصص الهندسة العسكرية انت يعقد في 1893 يعقد غام المغرب 94 او اخر بدايه 94 يموت السلطان الحسن الاول السياسي. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مزوالو وزوال السير وخيش النقطة انه رمي اتصل بك بالاخوان ديال الجمعية ديال جديد واقترح جن عنوان انني ندير شي حاجة ايام ثقافية خا عبد الكريم الخطابي هنا اقترح الفكرة العنوان الموضوع
محمد بن عبد الكريم الخطابي ودوره في الثورة الجزائرية 1954-1962. أنني موضوع يصبح سوطاس، ولكن غنرجع لموضوع التحديات هو تعريف مقاومة منطقة قلعية. والأستاذنا سي عمر المعلم وخلي بخير شاب لمينيستور محمد بن عبد الكريم الخطابي، وسويني طرح الفكرة أنه الموضوع ديالي مقاومة قلعية بقيادة الشريف الشهيد محمد أمزيان. ونقطة نغني أنه تسمقي جد فرحان وفخور سيخفينه أنه ديري على بعد بضعة أمتار زي مسقط الرأس الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. لأول مرة حتى هذه الحسيمة غادي تجمع الشركة ديالي. وسويني مخصن سوى شوية قلعية، قلعية ما مش غنصور ديال كتب التاريخ، ما مش قال أنه قلعية يجم منطقة فوز الاسم من اسم مشتقة زي القلع، فيج نقطة توسي ورخاص لأنه يجم كلمة غير مستحبة غالي وتقدر شخص من يقال قلعية فوز زي القلع. نصور خديسان أمازيغي تقصد مشرح تعقب قاموس عربي لأنه يوجد تناقض قلعية لأنه توادين القلع فين تي تختلف غديس وتقبرشا لأنه القلعية فزد مزواروس جبر قلعية جبر قلعية مش تسلم غير النظر ونوم يقام غورغو حتى غورغو ني سمات إسبانيا إسبانيا سمات غورغو اسم إيبيري غورغو دي جنغاب أقت دي ساو باولو دي برازيل مالي توادين كاس العالم مواني عدون مالي سجرم بيتري تيم ثانية مقرام سيدنا عيسى وينات مونتي كريستو و غورغو دي نوع تكشيط الشعر الحرامين دي مدينة إشبيلية دي الأندلس. العقبة كلمة قلعية، قلعية ما مش لنا هي ما هو متداول حاليا هو مثلا جبل غورغو. وأقدم إشارة تصور منطقة قلعية هو سي محمد عيسى بالتوي لكتاب النص مطلب الفوز الفلاح تحقيق نسيج الدكتور حسن فيديدي للقرن 19 تشغل إشارة باللي جبل قلعية ويسألون الموقع اسم غورغو وذيني أسماء مستحبة السيد خاصة مارمور كارباخر دي كتاب مس إفريقيا جبل فازودا ذيني حسن الوزداني نغري يوم دافريك كتاب مس وصف إفريقيا السبر السيد خاصة جبل فازودا عاد كذلك مثال ولكن كلمة غورغو مش شوية تستحب شالي لأنه كلمة إسبانيا شوية قبل بوش كلمة دي لا تكون من التعرب نغ أسكن إسبانا نغ أسكن قصيدة مرة كلمة أطلايون ذور كلمة أطلايون زي قاش قاسي تلاوين جناس أطلايون فوق جناس عربد تلعيون وصمة نفس نضوضا. أما كلمة قلعية هو نسبة إلى جبل قلعية والسكن قناس نقرعيا المفرد نس أقرعي كلمة أقرعي يقصديني الشبل مثل الأسد باليد اللسان الأمازيغي ذواد من الشواء وذي تعجب شغل ذي قال قلعية تزدي القلع قاسني وذين سمح مانا وذين يبو قلعية تزدي القلع. أما الحركة التحررية ذي منطقة الريف ذيني تقسيمات كثيرة ذيني الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في أحد صغار بذي الكتاب من ذي الكتاب كمحمد سلام مزيان محمد عبد الكريم الخطابي وحرب الريف كتاب بيت بعضي القاهرة في عام 72 يقال محمد عبد الكريم الخطابي أنه الحرب يقود الشريف محمد أمزيان تعتبر الحركة التحررية الأولى. أما ثني يقود أنت الأمير محمد عبد الكريم الخطابي في أحد صغار بيت الحركة التحررية الثانية. أما جيش تحرير انطلاق عملية جيش تحرير وقع في منطقة زنايا في بورتا كنول دوينات ثني قرص الحركة التحررية الثالثة. ذي نيش تقسيم النغني يقاري الدكتور رشيد الشوطي أنه ممشينا الأستاذ عمر معلم ذي الكتاب هنا ذي تدخلس ميمون قلعي نيغ ميمون إسبانيا قانس ميمون مخطر يتسمى 2 أكتوبر معركة الحرب مي وقع قانس سيدي وارياش 2 أكتوبر 1893 تسمت سلاش ديال الشوتي تسمت الحركة التحررية الريفية الأولى. أما الشيخ محمد مزيان يقسمت مرحلتين
زي 1909 1911 اسمت الحرب الريفية الثانية، يعني الحركة التحررية الثانية. زي 1910 1911 اسمت الحركة التحررية الثانية. ذينيش التقسيم النغني محمد بن عزيز الحكيم، ولا انت غتشد التقسيمات النغني. المهم يتقيم انه الحركة التحررية ايش الحركة ديال الريف شاملة. خميس ثورة 2 أكتوبر 1893 إجم معركة خالدة قنتي قرعيين، والتاريخ يتكرر مرارا وتكرارا ديال الريف. انت 2 أكتوبر 1893 انتصار قرعيين في معركة سيدي وارياش بقيادة ميمون المخاطر. 2 أكتوبر 1909 احتلال إسبان لجبل غوروغون وجبل القلعية. 2 أكتوبر 1920 احتلال فرنسي لمنطقة وزان. 2 أكتوبر 1921 معركة السبت حدادن، إذ يحضر المقيم العام فرانكو ديالو يحضر المقيم العام الإسباني داماسو بريغي، أشاد ذلك أنه يجب معركة ويزيد المثيل الناس إلى درجة مجهدين في إسبانيا. قيمة كمال الحرب السلاح الأبيض ومثنس المعركية 300 شهيد. في انت تدوز بالنسبة اسم الثماث من فقار ونث بني بويفرو يحدد جامعة حدد. لنا 1921 معركة السبت حدد. 2 أكتوبر 1925 احتلال جديد. و 2 أكتوبر 1955 انطلاق عملية جيش التحرير المظفر. وسويني انت فانه التاريخ بدا غادي يجي التكرار، يجو مرض الجرح، يجو مرض البلسم. وسويني غنطول شي نمشي السي عمر معلم، انه الحركة التحررية ديالي وتسب وليدة اللحظة، وانما تغذيني ارهاصات وتغذيني قسم محطات وسينتيتيشت قوانين النغمية. زي 17 تنبيل 1497 1962 تحرير الجزائر منطقة الريف، تقدم قوافل من الشهداء في سبيل وجب تحرير الريف وهني المغرب وإنما في سبيل تحرير شمال إفريقيا. ومشي قال محمد السي حسن في ديكي ذي الكتاب نسي السوال الكتاب اللي جا مؤخرا الشهيد الوعي الوطني، لانه يوذا الريف وجبوا مش قال انه متعصبين متقوقعين في خفن سن كذا الى اخره، وانما تقاسج الوعي، وعي جهوي، وعي اقليمي، وعي وطني، حتى وعي دولي. انا عقبت المدرج التاريخ ل 1814 وانت تجد التاريخ مهم، ميمي مهم، لانه وجد التاريخ ذي يشهد احتلال الفرنسي لمنطقة إسبانيا. ذي تتيب نابليون بونابرت أن يحتل ما يسمى بإسبانيا ما عدا الجنوب. سنين تحول العاصمة إسبانيا زي مدريد على الجنوب ما يسمى سكاديس. المنطقة تغذيني غير المحتلة ذي الجنوب، تغذيني قرعيا تقعد زي الشمال المغرب، تراحنا شاركا دي المقاومة إلى جانب الجيران سن إسبان من أجل تحرير إسبانيا من قبضة الاحتلال الإمبراطور نابليون بونابرت. وطوي عين ديني ومسد الملك منطقة إسبانيا جوزيف بونابرت. فإذا النقطة هي وخا السور شي إسبانيا يطاس السور نطاس الحرب الأهلية 1936-39 أنه جروح نسيت تيريفيا شارك إلى جانب فرانكو كان جرائم كذا، ولكن النقطة جات مهمة إقرعيا منطقة الشمال تساهم في تحرير إسبانيا من العدوان الفرنسي. تنتهي وخاص ونشا إلى درجة يوقعش القمع في منطقة قلعية في وقت مولاي سليمان الفترية، خصوصا 1812 يسكت مولاي سليمان إجن قائد عسكري قال اسمه عبد السلام الزلاوي، يقال قمع المنطقة القلعية على أساس ما يمي غتعاون إسبانيا في تحرير الناس زي الاحتلال الفرنسي. والقمعي تشابه ذي القمعي قال بوشتان البغدادي منطقة البقوية 1897-98.
وسويني تزدي جن فترة جن تاريخ قرص تاريخ 1852 أديس جن محاولة احتلال ألماني المنطقة تريفوركا جيت لومي قانية شيشاب أديس جن باخرة قرص فلورا ولن تتحدى المنطقة اللي ممشي احتلوا اسبانيو المنطقة المريج وزمد جن موضع قدم جن مستوطنة وسند جن مدمرة جن باريجا قرص فلورا ويقود العملية العسكرية اللي هو ابن ميسن عزيز القيصر بروسيا الألمانية وتوحد ألمانيا وتوحد من 1871 على يد بسمارك ل 1862 أغربوني فلورا يزدني قد يحتل تريفوركا نختار واش مش نقارس واش دي منطقة النقل بقيادة الأمير أدربير يجب محاولة الشيع عمود كانت كيس المجاهدين يا ربما جبلطار جي جبلطار يجع غرب روسيا إذ ورد المرحلة الثانية بواسطة جمع مدمرة قناة زنجا يجي محاولة ثانية موث نجم مجموعة العسكرية الإيمانية زائد يموث الأمير أدربير وتتي مدينة ثم محاولة الألمان لاحتلال جمع قطعة زي التراب قلعية التس 1859 1859 ما مش تسنبت وغادي نجم مقاوم لابن شكال قناة محمد الحطري هذه منع سبعة جنود إسبان لأنه طول إسبان تقطع عن غرب وتقطع التجارة غطي طوال غش بلطار كذا كذا منعت على أساس اللي مقع تبعد ولا دار مشان بواخير مشان قوارب تجار دي فيه مقابل إطلاق صراح الإسبان ومحمد الحطرية إجن صدفة لأنه خميس سور الشريف محمد غنزيان توانسي وخاص الإخوة بجمو داخل الموقع سيقايا وذي نجن تشابه مستوى الشيخ محمد أمزيان ذي نجن غني قناس جنرال أمزيان وذي فترة كيف كيف ذي تتيخ مستوى محمد الحطري وذي نجن تتزغن عاد قناس محمد الحطري ذي نفس التاريخ لأنه هو ذات محمد الحطري يتوى الصديق ممثل الدولة الإنجليزية ذي طنجة درامود هاي تقدم دوك الناس يتسمى دراموند هاي ولي تقوم بدير انجلترا وتواسبو انجلترا تواسبو بقدر المنطقه الشماليه اللي تسير شنو التوتر عسكري كذا يدخل محمد الحطري انت الزاغين غنيا سعيد غا محمد الحطري بن شيكان ما حدا دير قليل الاسرى من واتريبوشن تداعيات لان لا تحمد عقبه دير قليل الاسرى الى اخره ولكن اسبانيا رغم منايا تسمى يعني تعتبرت مسح الوجه نسبي التراب يجن العار كذا وتوا المغرب توا يتوقع اتوقع يجن الحرب وما مشي يقى جبل عبد الناصر يجن الحرب المسلية 1967 لما يجي قارن ما يسمى قارة سجون ستة ايام الناس انتظرناهم من الشرق فاتونا من الغرب وترجنا هجم زي قناة السويس السويس هجمنا زي مرسى مطروح نفس الشيء اذا انت المغرب توا يتوقع الحرب ويتراجع تتوقع النواحي الحدود المليلية ولكن يوقع الهجوم تطول تراجع الهجوم زي مليلية هذا يوقع عيش الاكتساح كذا إلى آخره عقابا خمين جنيري في اليل بسبب الرهائن النيل ولكن أسبانيو بقيادة ماريشال أدونيل يحتل منطقة تطوان لم يحتل منطقة تطوان يقاس وقت حموز تطوان حمدو شمايير يجن مسافة بار إميلي لبيخان يغمري تشتاقليت يعني جم مقيد الجلاء زكيت والمقابل احتلال الكوينات يوقع جم تحايل خمي الطاقة الكوينات وشي ناس ما يسمى بيضرغة مدفع أنا نصدق وشم ليش ما سبب أرغى يوض من يغيوض المدفع المدفع اللي يوضع لحر سيدي واريش سيدي واريش ليس يجل اتفاقيات جاء السلطان المغرب جاء الحكام ماليليا وذين اتفاقيات اتفاقيات رقم خمسة لاتفاقية ودنا وثق أنه أي مناوشة أي تحرك زي المقاومة الريفية البونت الخامس يقر أي مناوشة للتحرك عسكري من طرف المقاومة الريفية يعتبر تهديد لعرش السلطة يعني يمثل الريفيين ما ركنش المقاومة خصنا نقول انقلاب العرش تجمعون التحايل باخا عدو الوسان 1893 اسبانيو
حتى الحقوق النص المزعومه بين قوسين على اساس هذيك الحدود يقاش مجموعه الابراج المقاومه صلو ريزوس ورشتو الغردوش مجموعه مولات يوا هذيك يجن برج متاخم الضريح الشيخ محمد مزيان هذا انت تي الكتاب الحديثه يسوى الخاص الطاس خالد بن الصاغ الكتاب نص العلاقات المغربيه الانجليزيه يسوى الخاص اوغست مورينوس الكتاب نص الماروكان كوني و تجيبوا لي الريفين احترم الاتفاقية ديجا السلطان دوينات وانما ونسغ فتيل النار بالمسألة الابراج ديال تحديد الحدود هو ربعة مجهولات الاسبان عدان قشنط مغاربة التريفيين ونشي نسنت المتاريف شتاسيش المكان هذا المدة يشعلن الفتيل الحرب ما يسمى معركة سبيواريج 2 اكتوبر 1893 بقيادة ميمون مختار من المعروف عند الاسبان ميمون مختار غير تنسوا كيش الشخصيه توات عبر التاريخ شخصيه غامضه تسمى تخدم لانه مسجله في التاريخ انه تخدم المصالح الاسبانيه هو عبر قذان ناي عبر قذان ناي بن شيشار تسلم في مره وانت تتوات ضد الثوره محمد بن عبد الكريم الخطابي ولكن في معركه سيدي واريش توزي المجاهدين انتز المواليد 1870 ب 1893 تولد الشاب ضمزي 23 سنه تولد مجاهد يشارك الى جانب السكان بني شيكار فارخانه يا شيشاني مزوجه عامه يشارك المقاومه يساهم وخميت غادا صغوانس المقاومه الشيخ محمد مزيان ماشي ما مش السن محمد عبد الكريم الخطابي المؤتمر سيديك الاعيان المجاهدين مؤتمر رقامت جبل رقامت ورشي محمد مزيان تقاسي مؤتمر يشبه مؤتمر ديال الامير محمد عبد الكريم الخطابي قال المؤتمر جبل تازوضا ومن بين الحضور يطوي يحضر دينيرين بيعا الشريف محمد مزيان محمد ديال امير الجهاد هو عبر قذان نايم ويشارك في بعض المقاومات في البدايه ولكن هون كان ما فهمش ما تيجيش انه غادي يفضل غادي يدي جانب الاسبان يحارب الشيخ محمد مزيان يحارب عبد الكريم الخطابي وفي الاواخر يتعين الباشا مدينه الناظور ويتوفى في 1954 من تجملت المركز الجردمية خميتها في المنظمة المركز الجردمية ومن ذي وقت الاستعمار تغد الباشا ويا النظر ذي تغد الحاكم تغد الحاكم ذي و قبل محمد الشريف الشهيد الشريف محمد مزيان قبل ما يحارب اسبانيو انت معروف خاص غريب كيجن ديباجا اقتداء انه من قسم حياه الناس المصانص اثنين مراحل مش بودا على غير مرحله نغني اش مرحله نغني تكون منطقه ناري معروفه العمال الناس تطرحت تكين اشغال موسميه ديال الجزائر وخصوصا دي عمله وهران وتقول محمد الشيخ محمد مزيان تغدى الزطاط كلمه هي مفقوده ما تقيمش موجوده الزطاط هو حارس القوافل التجاريه اللي حارس القوافل العمال اللي تطرح من الجزائر تغدى مهمه على ما يرد لان تغدى الشخصيه توافقية محبوب في منطقة قلعية منطقة كبدانة لأنه خميت فوق كنلقاوها في النيل وهذه مشان الاعتداءات وهذه مشان شان استفزازات يوذا من تراح ديرخا تراك واحد ديرخا المرحلة الثانية هو التواجد بوحماران يحمد الزرهونين جلال الزرهونين في منطقة ناريف ويتاتي مانش تسنم يوذا يسك الحسن الأول محمد دي غار دي فرنسا دي البعثة الطلابية الأولى يسكيتها دي غارة فرنسا يروح يغرق انت تويك التخصص الهندسة العسكرية انت يعقد في 1893 يعقد غام المغرب 94 أو خلال بداية 94 يموت السلطان الحسن الأول